اسم الزمان والمكان. ماذا تفعل يا أبي؟ أقوم ببناء مأوى للطيور كي تأوي إليه في الشتاء. مأوى اسم مكان مصوغ من الثلاثي. ماذا تقول يا طلال؟ كنت أتذكر معلوماتي، فقد انتهيت من مذاكرة هذا الدرس للتو. أي درس؟ اسم الزمان والمكان. فاسم الزمان والمكان مشتقان من الفعل ثلاثياً أو غير ثلاثي للدلالة على زمان أو مكان حدوث الفعل. أنت تقصد اسمي الزمان والمكان اللذين يصاغان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل، أليس كذلك؟ بلى، فهما يصاغان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل إذا كان الفعل صحيح الأول والآخر وعين مضارعه إما مفتوحة مثل ملعب من الفعل لعب ومضارعه يلعب، أو مضمومة مثل مكتب من الفعل كتب ومضارعه يكتب. ويصاغان على وزن مفعل إذا كان الفعل معتل الآخر مثل مسعى من الفعل سعى، بينما يصاغان على وزن مفعل إذا كان الفعل صحيح الأول والآخر وعين مضارعه مكسورة مثل مرجع من الفعل رجع ومضارعه يرجع، أو معتل الأول وصحيح الآخر مثل موقف من الفعل وقف. إذن أنت تعرف أوزانهما من الفعل غير الثلاثي؟ نعم، فهما يصاغان من الفعل غير الثلاثي على وزن اسم المفعول من غير الثلاثي مثل مقام من الفعل أقام، مرتقى من الفعل ارتقى، مستودع من الفعل استودع. أحسنت يا بني، واضح أنك ذاكرته جيداً، ولكني لا أعرف كيف أفرق بين اسمي الزمان والمكان وظرفي الزمان والمكان. إنه أمر بسيط، فكما قلت أنت إن اسمي الزمان والمكان مشتقان من الفعل ثلاثياً أم غير ثلاثي لدلالة على زمان أو مكان حدوث الفعل على أوزان خاصة، أما ظرفا الزمان والمكان فهما غير مشتقين من أفعال مثل أمام، خلف، قبل، بعد، صباحا، مساء. لكننا نفرق بين اسمي الزمان والمكان من خلال سياق الجملة، أليس كذلك؟ بلى، فمثلا لو قلنا النادي ملعب الأطفال نفهم من السياق أن النادي مكان لعب الأطفال، بينما لو قلنا الإجازة ملعب الأطفال فالسياق هنا أن الإجازة وقت لعب الأطفال. وأيضاً لو قلنا مسعى الحجاج الصفا والمروة فالمقصود أن الصفا والمروة مكان سعي الحجاج، وإذا قلنا البكور مسعى الناس إلى أعمالهم فالمقصود أن البكور وقت سعي الناس. وقولنا الأشجار مأوى الطيور أي الأشجار مكان إيواء الطيور، والغروب مأوى الطيور إلى أعشاشها أي الغروب وقت إيواء الطيور. شكرا يا أبي على هذه المعلومات المفيدة، والآن علينا الذهاب لتناول الغداء. بالطبع، ولكن عليك أولا تلخيص ما تعلمته اليوم. خلاصة ما تعلمناه اليوم: اسما الزمان والمكان اسمان مشتقان من الفعل ثلاثياً أو غير ثلاثي للدلالة على زمان أو مكان حدوث الفعل. اسما الزمان والمكان من الفعل الثلاثي يصاغان على وزن مفعل ومفعل. اسما الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي يصاغان على وزن اسم المفعول من غير الثلاثي. ظرفا الزمان والمكان غير مشتقين من أفعال.
الفرق بين اسمي الزمان والمكان يفرق بينهما من خلال سياق الجمله.